بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: رجل متزوج من 20 سنة، من سنة واحدة لا يقدر على جماع أهله، والرجل موجود في الأردن، طبعا في كتابات من بعض أهل الشر تحجز الرجل عن زوجته، فيراجع ناس آخرين لأجل أن يلغي هذا الكتابات أو هذه الحجابات التي تمت. فعند مراجعته لأولئك الناس قالوا أنه أمرك صعب، يعني هل من سبيل شيء من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خير. يعني كأنك تسأل عن الرجل منع من زوجته لا يستطيع جماعه، فهل من دواء؟ الجواب نعم، هناك دواء. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر خلقه، قراءة المعوذات. نعم. التعوذ بالله تعالى من شر الشيطان وشر خلقه. قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قراءة قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصرف عن المفسدين. نعم، هذه في سورة يونس. يونس وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، ورقية المريض مثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، إلى آخر الحديث. فليعالج نفسه بهذه الأدعية وهذه الآيات في إخلاص، يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء.